انا عن نفسي يا جماعه نسيت اني في اصدارات لويندوز، وبعتبر ويندوز 10 هو من افضل انظمه التشغيل اللي بتقوم باصدارها شركه مايكروسوفت. طبعا بغض النظر عن فشل ويندوز فيستا او ويندوز 8 اللي يعتبروا من أسوأ اصدارات شركه مايكروسوفت، كلنا بنعرف ان شركه مايكروسوفت شالت قائمه ابدا من ويندوز 8، لكن تلافت الخطا والحمد لله ورجعته لويندوز 10. طبعا اصدقائي قبل ما بلش الفيديو بحب لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مرحب على قناه ووجي عالم صناعه الالعاب. بهالفيديو راح اعمل فيه مراجعه على ويندوز 11 بالاضافه شو هي مخططات شركه مايكروسوفت في المستقبل. يلا بينا. طبعا لازم دائما كل ما ينزلوا نظام جديد لازم يغيروا الشعار، هذا الشيء لابد منه. لكن يمكن هن عندهم رؤية جديدة بالموضوع لهيك بيغيروا الشعار بشكل كامل. واو، حلو الفلوت بار. قائمة ابدأ ضلانة موجودة، ضلانة بس لكن فيك تساويها على النص او اليمين او اليسار على ما اظن. فيك تحط قائمة ابدأ وين ما بدك. كتير حلوة هالحركة، كتير حبيتها. طبعا خدمات مايكروسوفت كلها موجودة فيها، مايكروسوفت اوفيس، الاكس بوكس جيم باس، ايدج. حاسسها نوعا ما شبيهة باندرويد لكن على ويندوز. اقرب للنظام اللوحي اكثر من الاول، كرمال اللي عم بيسحبوا للنظام اللوحي. حلوة حلوة هاي المشاركة. طبعا مثل ما انا شايفين هون فيك تشارك لكل التطبيقات بشكل كامل متكامل مع بعض، يعني تعمل تزامن للشاشات مع لابتوبك، وهي حركة كتير حلوة يا جماعة من شركة مايكروسوفت. طبعا ما بعرف اذا اخر فترة يا جماعة لاحظتوا باني شركة مايكروسوفت صايرة عم تلعبها صح، وخصوصي بعد ما اطلقت ويندوز 10 وركزت بشكل كتير كبير على الحواسيب اللوحية من فئة سورفيس. طبعا أجهزة سورفيس أنا بعتبرها أجهزة جدا منافسة لشركة أبل اللي كانت مسيطرة تقريبا على سوق الحواسيب اللوحية بالإضافة إلى النوت بوك والآيباد، وأجهزة السورفيس هي منافسة كبيرة لأجهزة الآيباد من شركة أبل. وطبعا شركة أبل هي مسيطرة على سوق الأجهزة الإلكترونية الذكية وخصوصا بنظام تشغيلها وأجهزتها مثل الآيباد والآي ماك، وطبعا شيلوا الآيفون على طرف لأني في إلي حكي خاص فيه بآخر الفيديو. فشركة مايكروسوفت بهالخطوة هي عم بتقدم لنا نظرة مستقبلية كيف رح تكون أنظمة التشغيل الموجودة لها وشلون رح تكون المنافسة بالمستقبل. All in one. طبعا ما بعرف إذا تطبيق سكايب موجود بالويندوز، لأني هو مملوك لشركة مايكروسوفت بشكل كامل، يعني مستحوذي عليه. ويدجتس شكله راح يكون في تركيز كتير على الويدجتس، كتير حلو. واو، اوه فيك تغير الكيبورد بالالوان اللي بدك اياها. طبعا مثل ما انا شايفين يا جماعه بهالفيديو شركه مايكروسوفت عم بتحاول تركز على اجهزه السورفيس اللي هي تعتبر منافسه بشكل كتير كبير لشركه ابل وجوجل. طبعا في كتير اصدارات وفئات لحواسيب سورفيس، في عندك اصدارات ممكن تكون خاصه بالطلاب، اصدارات خاصه بالبزنس ورجال الاعمال وحتى للجيمرز كمان. طبعا رح نحكي على هالموضوع بعدين. حبيت هاي التبديل بين ال وهو المطلوب يا جماعه، وهو المطلوب. لحظة هاي لحالة بدها حكي لحالة هاي. اوكي هلا شركة مايكروسوفت انا سبق وقلت لكم اني عم تلعبها صح، بما اني هي ركزت على حواسيب سورفيس اللي هي رح تكون فئة منافسة جدا قوية لشركة ابل، في كرت كتير قوي بايدها واللي هو خدمات الاكس بوكس. فكلاتنا بنعرف ان شركة مايكروسوفت هي المالك لاكس بوكس، وسبق وحكيت انا بفيديو سابق عن الامكانيات الهائله اللي قدمت لنا اياها شركه مايكروسوفت بخدمات الاكس بوكس. فالشركه كانت واضحه بامكانيه لعب جميع الالعاب بما فيهم حصريات الاكس بوكس
على اي جهاز بتمتلكه، سواء على اجهزه الكونسول للاكس بوكس او البي سي او الموبايل. وهلا اخر فتره كمان عم بيحكوا باني رح ينزلوا تطبيق اكس بوكس جيم باس على التلفزيون. خذوا عن تجربتي الشخصيه، انا اشتريت اكس بوكس سيريس اس وبصراحه ما بعرف ايش اشتريته، يعني انا بالنسبه لي البي سي كافي وزياده وموجود فيه خدمات الاكس بوكس جيم باس كلياتها، وقوه الحاسوب اللي عندي بقوه الاكس بوكس سيريس اكس. وغير هيك شركة مايكروسوفت استحوذت على شركات بمجال ألعاب جدا قوية، من بيناتهم بيسيسدا اللي رح تقدم لنا ألعاب حصرية جدا قوية. يا جماعة حتى أنا عم لاحظ الفانز الخاص بالبلاي ستيشن عم يبكوا مشانا. طبعا هذا ما بينفي ان شركة بلاي ستيشن رح تكون ساكتة بالموضوع، إلنا حكي بموضوع البلاي ستيشن اللي لهلأ حاليا الشركة حاسس بأنيتها لسه صامتة عن هالموضوع ومخبيت لنا مفاجآت كتير كبيرة. لكن يا جماعة هذا ما بينفي بإني شركة مايكروسوفت آخر فترة يعني بكل المجالات دخلت بكل المجالات بموضوع الكونسول، أنا بعتبرها صارت ناجحة جدا، خطوة خطوات جدا قوية بموضوع الويندوز. ويندوز 11 رح يكون جدا منافس قوي بأجهزة السورفيس، رح تكون شركة مايكروسوفت كمان قوية وما قليلة. خلينا نكمل الفيديو. تطبيقات الاندرويد، لحظة شوي، هلأ بالنسبة لتطبيقات الاندرويد انا بدي اعرف بس لو انا مثلا ممكن استغني عن المحاكي. يا جماعة هالخطوة اللي نزلتها شركة مايكروسوفت بويندوز 11 مو طبيعية، اني انت تحسن تنزل تطبيقات اندرويد وتشغلها، يعني مايكروسوفت صارت عم تلعب بكل المجالات. تخيلوا يا جماعة، حكيت لكم بانيتها هي عم تنافس شركة سوني، قلت لكم عم بتنافس شركة أبل، لكن إني تنافس شركة جوجل، فهذا يا جماعة بصراحة جدا جدا قوي، قوي جدا جدا. يعني السؤال، هلأ أنا بستخدم محاكي لحتى شغل بعض تطبيقات الأندرويد مثل مثلا كول أوف دوتي موبايل، مثل ببجي موبايل أو غيرها من الألعاب، لكن هل ويندوز 10 رح يغنينا عن المحاكي؟ إذا كان هذا الشيء فهذا جدا تطور رح يكون نوعي أول مرة منشوفه من شركة مايكروسوفت. هالفيديو بيعطيك كتير تساؤلات، من بيناتها أنا عم بتساءل إذا كانت شركة مايكروسوفت رح تفضل موجودة بالأجهزة اللوحية والكونسولز وبس، لكن في إشارات كتير كبيرة بتدل على أن شركة مايكروسوفت رح ترجع لسوق الهواتف النقالة، للهواتف الذكية. كيف وشلون شو مخبية شركة مايكروسوفت؟ الله أعلم، لكن أنا عندي تنبؤ بالمستقبل رح يكون في أجهزة هواتف نقالة اسمها سورفيس، سورفيس موبايل، سورفيس سمارت فون، الله أعلم، لكن أنا متأكد رح يجي يوم ونسمع فيه عن هالأجهزة. وبعتقد رح تكون خدمات أجهزة مايكروسوفت كلياتها بكل الأجهزة متصلة مع بعضها، يعني إذا أنت عندك موبايل وعندك جهاز كمبيوتر بي سي أو نوت بوك أو باد تحسن بتوصلهم كلياتهم مع بعض، تعمل لهم مزامنة بنفس الوقت. والله شركة مايكروسوفت يا جماعة ما أنا قليلة أبدا أبدا. واو، طبعا ما فينا نحكم على النظام إلا لحتى نجربه، وأنا بحب نبهكم يا جماعة بموضوع خطير، لا تنزلوا ويندوز 11 من مصدر غير موثوق أبدا أبدا، لسه ما في أي إصدار رسمي من شركة مايكروسوفت، وكل الإصدارات اللي عم تنزل عم بيكون فيها برامج تجسس، برامج الفدية، برامج اختراق. لهيك بنصحكم تتريسوا شوي لحتى يجيكم تحديث أو إصدار رسمي من شركة مايكروسوفت. طبعا أنا سمعت بإني ويندوز 11 رح ينزل بشكل مجاني عند الناس اللي عندها ويندوز 10، وانا باعتقادي الشخصي كلياتنا عنا ويندوز 10. طبعا اصدقائي بنهاية الفيديو بحب اتشكركم بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشوفكم فيديو قادم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس لتشوفوا كل جديد، والى اللقاء.